يا كل لحظة وحضراتكم بخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا رب تكون حضراتكم كلكم بخير. وفيديو جديد في علم النغم والمقامات الصوتية، وهنتكلم النهاردة أو هنتعلم النهاردة حاجات كتيرة إن شاء الله. منها إزاي القارئ يبدأ يختار الطبقة الصوتية اللي هتناسب صوته، والأمر الثاني تطبيق عملي، بحيث إن أنت لما تقعد تقرأ ربع ساعة، هي نص ساعة، هي ساعة، وتكون مستريح، ما تأتي في نص التلاوة ولا بعد آيتين وتلاقي نفسك نخيت. طيب، احنا قلنا على توجيهات ان القارئ لابد ان يكون طبعا بيهتم بالاكل بتاعه، بيهتم بالشرب بتاعه، بيمارس تمارين رياضية، يبقى وزنه طبيعي، تمام، يبتعد عن التدخين، يبتعد عن الحاجات دي كلها. الامر الثاني اللي يركز على تمارين الصوت والاحبال الصوتية، ومتحاولش ما تجهدش صوتك، تمارس تمارين القرار، تمارس تمارين الجواب. احنا كلنا الحاجات دي يعني اتكلمنا عنها بصفة عامة، ولو انت حضرتك بتتفرج عليا اول مرة عادي، مفيش مشاكل، انا عندي مستعد اعدهم لك تاني مرة واتنين وتلاتة، يعني من بعض، مش عايز اقول لك من تمارين القرار، من بعض تمارين القرار ان انت تبدأ تستخدم طبقة غليظة، فتقعد تقرأ القرآن على هذه الطبقة، الورد بتاعك اليومي الحمد لله رب العالمين، ده تمارين القرار، من تمارين القرار. ومن تمارين الجواب ان انا بعد 7 درجات ببدا اقرا الحمد لله يا رب العالمين، كل يوم نص ساعه قرار، نص ساعه جواب، يوم والتاني والتالت، اسبوع اسبوعين، هتلاقي النتيجه. النتيجه ما بتجيش من اول مره، لابد من المجال اللي هو القرايه، والناس اللي هم القراء والمبتهلين والمنشدين والمعلقين الصوتين، لابد ان انت تتحلى بالصبر. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. احنا هنختار طبقه عاديه، بالطبقه اللي انا بتكلم معاك بيها دي اللي هي طبقه الوسط بتاعي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يكون طبعا جنبك لبان بكر، لبان بكر قلت لك ده بس ده المفتاح السحري بتاع الاحبال الصوتيه، من خشونه ومن ومن واللي انت عايز تقول قوله. بنبدا على القرار، معنا مقام البيادي. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. أول القرار بتاعي اللي هو الدرجة الأولى، إنما أمرهم إلى الله. حاول لما تيجي تمارس وتبدأ تأدي وراي، تمام، إنك تعمل توقف في الفيديو وتجيب أنا قلت إيه وتحاول تعمل وراي، وتجيب أنا قلت إيه وتعمل وراي. ما تركزش في الموضوع ده على حلاوة الصوت، لأن يعني حلاوة الصوت دي بتبقى انت ممكن صوته بالنسبة لك حلو، ممكن لحد تاني مش حلو، فاهمني؟ ركز على الأداء. أصل أنا مش عبد الفتاح التراوتي يعني، عشان أنا راجل مدرب، يعني ما ينفعش أجيب واحد عبد الفتاح التراوتي وأقول له تعالى درب 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 الناس، لا، ده كراجل مقرأ. فالمدرب مش شرط إنه يكون عنده الصوت اللي هو والصوت اللي هو، لا. فأنا بعرف حاجات، بعمل حاجات الشيخ عبد التراوتي ما يعرفش يعملها، والتراوتي بيعمل حاجات أنا ما أعرفش أعملها. انا بديك مثال، يعني بديك مثال ان مهنة التدريس والتدريب دي حاجة تانية. فانت بتاخد الاداء مني، ويا باشا ورينا بقى حلاوة صوتك انت. انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. بدأ قرار اهو، والنفس تهتم بيه. هطلع راسي، هطلع راسي، هحاول من نفس الدرجة أو الدرجة الثالثة. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. علاج بس بسيط، مش اللي هو الجوابات الصواريخ. ليه؟ لان انا راجل عارف مساحه صوتي كويس،
ما تنزلش القراءة قوي، ما تعلاش جواب قوي عشان صوتك ما يباحش. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. رصد أحبتها الهزام. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم وزمه دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ممكن ارجع تاني اجيب جواب السيكا اللي هو الهزام، هدخل فيه سنة راس، هدخل في الجنس الفرع بتاع راس، بقى عندي سيكا تمام، وبضطر اعلى لان اعلى جواب هو جواب من السيكا، فهجرع صوتي فبلاش حمورية، معذرة في اللفظ تمام. فابعد عن الجوابات دلوقتي لان انت عايز تحتفظ على ادائك وتنغم، لان طبعا الجوابات برضو الجوابات العالية بتؤذي السامع قبل ان تؤذي صاحبها. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. قام الرصد. وما كان من المشركين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. مقام يا إخوانا عجب. وما كان من المشركين. هات ايه صبر، كل ده في درجة واحدة عشان ما احسش ان انا بجهد صوتي، بجيش على الاحبال الصوتية تمام. طب نكمل كده صبر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. برضو ما زلت على الصلاة بنفس الدرجة، يبقى انا حافظت على بابا صوتي ان انا بدات معايا سيكا او هزام، معايا رصد ومعايا عجم، قمت داخل على الصبر من درجه الوسط. قل ان صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي لله. طلعت كمان درجتين، يعني حتى لما بطلع مش بطلع ثلاثة أو أربعة أو خمسة، طلعت اتنين عشان أجيب إيه؟ مقام إيه؟ الشاهناز.
أو الحجاز، بس الحجاز غير الشاهناز طبعا. قل إن صلاتي ونسكي ومحيي حجاز. طب ايه رايك الهوى؟ لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. ده بقى ايه؟ نهوان. قل إن صلاتي ونسكي ومحيي برضه من اول الاخر بامن هون على نفس درجه الشهناز. وبذلك امرت وانا اول المسلمين. رست على نفس الدرجه. قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. هزال. ولا تكسب كل نفس إلا ولا تزر وازرة وزر أخرى. حد يعرف نقلت على ايه؟ نقلت على البيات نفس الدرجة اللي انا برتكز فيها اللي هي الرابعة من الرابعة الخامسة، بطلع وبنزل. ولا ده الجواب، الجواب بتاع البيات. يعني انا دلوقتي شطحت بقى فوق على السبعه، شوف اخدت واحده واحده ازاي، مفيش تعب الحمد لله. والله ابدا كده، يعني لقد خلقنا السماوات والارض في سته ايام، كان بيضرب ربنا سبحانه وتعالى جاست في لحظه. لما بتعمل لما بتسخن العربيه بتاعتك ما ينفعش تضرب الغيار الخامس او الغيار الرابع، لازم تاخدها واحده واحده. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. المنطقة دي بقى اللي تبدأ الصوت بقى بيلمع بقى
وبتبقى عارف ان انت مسكت الطبعه دي ممكن تقعد ربع ساعه نص ساعه تقرا بيها. وده سر نجاح مصطفى اسماعيل، ان القراءه بتاعه معدوم ميت، تبدا في اول تلاوه تسمعه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لما تسمعه تقول الله ده صوت ده هيكمل ساعه، لكن بعد ربع ساعه بيسخن في ربع ساعه. مصطفى اسماعيل يا جماعه بيسخن في ربع ساعه، تلاقي بقى حاجه تانيه بقى. فكل واحد ليه بيسموها السبارك سبوت في صوته، بالتمارين القرار والتمارين الجواب والاستايل اللي انا شغال بيه ده تعمله مره واثنين وثلاثه، هتلاقي نفسك الدنيا مشت معاك. طيب في دايما كده بيقولوا له بيهدي اللعب، يعني دايما كده يقول لك ايه اللعب هدي اللعب شويه، يعني تنزل لك كده ايه كم قرار كده ولا حاجه بحيث تعلى تاني، ما تقعدش جوابات جوابات جوابات. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات، قرار النهوان، ليبلوكم فيما ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. صدق الله العظيم. قفلت الأهوان لأن طبعا انا مش مجبر ان انا ابقى ماشي اكاديمي اكاديمي ماشي، بس لازم يكون في بعض الحاجات فيها التاتش بتاعك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليه. يا ريت لو على الفيديو عجب حضرتك شاركه، سيب تعليق كده عشان نستمر لو في اي حاجه ولا استفسار ولا اي حاجه عايزين اشرحها لكم تحت امر حضراتكم. يا ريت كلنا نعمل سبسكرايب في القناه، وتحياتي سمير عبد الغني.